حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تشاركونا على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة. عندكم ذني الأرقام الاثنين اللي هنا اللي تشوفوها من داخل العراق من زاخو إلى الفاو، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. أما ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أمامكم هسه، ذني تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج من خارج العراق. فعدكم ذني أرقام اثنين وقبلهن أرقام اثنين للداخل، أربع أرقام للاتصال. أما هذا الرقم، هذا الرقم مخصص لبرنامج الواتساب، برنامج الواتساب ما مخصص للاتصالات، مخصص فقط للرسائل المكتوبة. فأي فيديو دزها ما راح أقدر أشغله، أي رسالة صوتية دزها ما راح أقدر أسمعها، أي مكالمة يجينا على هذا الرقم ما راح أقدر أستقبله أيضا. فعدكم أربع أرقام للاتصال، وعدكم هذا البرنامج للمشاركة عبر الرسائل هياته، أنه إذا ما قدرت تتحصلنا تكتب لنا رسالة نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، الشعب العراقي ما زال عايش عملية الانتخابات اللي صارت يوم 10/10، خمس أيام وما زالت الكتل تتعارك بيناتها، وبعض الكتل تقول هاي مو صحيحة وبعضها تقول صحيحة، وبعضها تقول احنا راح ننتفض، وبعضها تقول إذا ما عدلوها احنا راح نحرق الأخضر واليابس، وبعضها يهدد وبعضها يتوعد وبعضها يقول هذه الأشياء هي أشياء لأنه لتفنيد الديمقراطية بالعراق. يعني أحلى شيء تصريح اليوم طلع به نور المالكي لما يطلع ويقول أنه الشعب العراقي نطل غالي والنفيس من أجل إتمام الديمقراطية في العراق والحفاظ عليها وديمومة هذا النظام السياسي. أي صحيح اللي يقوله نطل غالي والنفيس، بس بهاي الشعب العراقي لما نطل غالي والنفيس نطابنا بلده، بس مو للحفاظ على هذا النظام أو لديمومة هذا النظام. الشعب العراقي نطل غالي والنفيس حتى يتخلص من هذا النظام. الشعب العراقي اللي انتفض من 2019 لليوم نطل آلاف من شبابه وهو يقول احنا ما نريد محاصصة، نطل آلاف من شبابه وهو يقول احنا ما نريد فساد، ونطل آلاف من شبابه وهو يقول انه احنا هاي العملية السياسية ما تمثلنا. فإيه اللي دا يقوله نور المالكي صحيح فقط بالبداية، انه الشعب العراقي نطل غالي والنفيس، اما للحفاظ على هذه العملية او ديمومة هذه العملية، هاي الشغلة مو الشعب العراقي اللي دا يحافظ على ديمومة هذه العملية. انتوا اللي تردون هاي العملية تستمر حتى انتوا تستمرون تحكمون البلد، حتى انتوا تستمرون تستغلون خيرات البلد، حتى أنتوا تستمرون بفسادكم. أكبر عملية فساد صارت بالعملية الانتخابية الأخيرة مثلا نسيبة للمالكي ياسر صخير، اللي من المفترض أنه هم البرلمانيين يقولون شهادته مزورة، فشلون صعد للانتخابات؟ غير هيك يعني انه عملية العد والفرز يومية نتيجة شكل، يومية نتيجة تتغير. ناس تقول هذا تهديد، المفوضية تقول لا احنا ما تعرضنا للتهديد، بس احنا بعدنا دا نفرز اصوات. زين هاي الارقام دا تطلع والعالم دا تفرح، وبرلمان يضرب طلقات، وواحد قال اني فزت يرمي، والثاني يصعد على مقاومة الطائرات، والثالث يرمي لانه ما نجح، وصور هواية طلعت بهاي العملية. زين هنا إذا نريد نقرأ الصحف ونريد نقرأ القراءات اللي دا يقولوها المحللين السياسيين اللي دا يتابعون الشأن العراقي، يقولون هاي العملية الانتخابات اللي صارت بالعراق نتائجها راح تؤدي إلى فوضى، نتائجها راح تأخذ العراق إلى المجهول، نتائجها راح تحرق العراق. بما معناه انتو كمواطنين شنو نظرتكم الى هاي العملية ونتائجها؟ صحيح انه هي راح توصل العراق الى الفوضى؟
أكثر من اللي بي. صحيح أنه الجاي هو مجهول نتيجة هاي العملية الانتخابية. عندنا اتصال. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام. موضوع الحلقة لأن الكهرباء ما عندي، موضوع الانتخابات. موضوعها هو السؤال اللي دا يطرحوه بعض الناس، يقولون انه نتائج الانتخابات والصحف الأجنبية ايضا راح تؤدي وتوصل العراق الى الفوضى، هذا الشيء صحيح لو لا؟ والله اذا بقوا هيك لان هم مصداقية ما عندهم. نعم. للأمم المتحدة وانت جاي ما عندهم مصداقية. نعم. يا اخي احنا امنا بالشعب. نعم. هم هسه يشتركون بالانتخابات، الانتخابات أنا أبشرك الانتخابات ترى 5% اللي راح، ماكو 10%. نعم. لأن مصداقية ما ضرت بالحكومة، فالشعب صار عنده وعي. نعم. فراح تصير بيناتهم هم، هذا يقول لي وذاك يقول لي. نعم. ما نابا السيد مقتدم وقال أنا ما أنزل لحد الانتخابات وما بشغلة وهاي الحكومة باطلة، هسه صارت الحكومة نزيهة. ما يحكي كلمة الحق. انت المراجع شبيكم ساكتين؟ نسيتوا دم الشهداء اللي راحوا بالبصرة واللي راحوا بالناصرية، نسيتوهم؟ وذولهم حق علينا، وباكر الله يحاسبنا يقول لك ليش هيجي. وهذول ضحوا بدمهم لان ام الشهيد اللي قاعده هسه وتنتظر. نعم. وتجي وهسه ونبدل بس وجوه، نبدل حرامي شبعان بحرامي جوعان، ما كافي عاد. وين تجي توصلونا بعد؟ الا وين؟ ما كافي بوق، ما كافي نهب، ما كافي سلف. وكم الله ما تخافونه. احنا ما عدنا بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هيج حكومات ظالمه. التفتوا للسجون، هاي السجون اللي فيها مظلومين، التفتوا عليهم. نعم. طلعوهم. قتلت المتظاهرين، وينهم؟ وين خبيتهم؟ وين بيتهم؟ الميليشيات تضرب بالسكاكين من صفحه والقناصه من صفحه، ما كافي. خافوا الله شوية، براكم حساب براكم يوم القيامة. وأنا أشكرك أخوي العزيز. شكرا أخوي العزيز، شكرا لك أبو عراق. أبو عراق يقول يعني دا يتساءل وين قتلت المتظاهرين، وين السراق، وين الحرامية، يعني وجه بعض الأسئلة. أنا أرجع وأسأل نفس سؤالي، يعني الصحف الأجنبية والمحللين يقولون إنه نتائج هاي الانتخابات راح تؤدي بالعراق إلى الفوضى. الفوضى اللي يعني بالعراق، مدى أفتهم شي قزوم بالفوضى أكثر من اللي موجودة به. اليوم العراق يعاني من هواية أمور. أكو نزوح، أكو تدمير مدن، أكو قلة خدمات، أكو شحة بالخدمات، مو قلة، يعني ما ندر اليوم بالعراق أنه تجد خدمات. كهرباء منتهية، المي الصالح للشرب ما موجود، الأرصفة والشوارع منتهية، مجاري. يعني احنا بدينا فصل الشتاء، الله يعين العراقيين لأنه راح تمطر الدنيا، ومن هسه العراقيين شايلين هم المطرة الجاية اللي راح يفيضون. شنو اللي موجود بالعراق مو فوضى؟ عندنا اتصال. ابو علي من الناصريه، حياك الله يا ابو علي. الله يسعدك اخوي، شلون؟ ويسعدك اخوي العزيز. شلون صوتك؟ الله يسعدك على هذا الحج، الله يخلي هاي الاذاعه، الله يزيد ويسلمك ربي، تفضل اخوي. وزعمتك هذول تنشني الحكي ما يفيد يوم. السبب شنو؟ السبب امريكا يعني جابتهم وجلسوهم هذول، شايف الجلسوهم زبتهم علينا. يعني شوف هسه المظاهرين ما قدروا، يعني شو يسوون؟ من يقومون يقتلون خويا؟ بلا صارت الميليشيات، يعني شوف الجهاز عندهم حاضر،
شوف السلاح، السلاح هم هذول على يعني جايبينه من ايران، يعني المظاهر من جاب عن حقه قالوا هذا الهادي هو لا شيء الا سلاح لا في شيء شيء الا ها بس على مراقي. فذول اخويا تشني ما يفيدهم بس الله، الله يطلعهم. هي هسه احنا محتلين من ايران ومن امريكا محتلين ومن اسرائيل، يعني الشعب ما مسنود كاي الشعب، يعني يعني من الظاهر هيك ما حد بحاله. زين القاضي مسيس، القضاء مسيس من قبل الميليشيات، يعني زين تهديد الميليشيات. نعم يعني ذولا مو عراقيين، ذولا اخويا هذول مو عراقيين. نعم يعطينا مجال احمد لك انا احكي من ضيمي ترى سامحني، يعني ذولا مو عراقيين، ذولا ذولا انا اقول لك هسه الموازنه وين يشيلوها؟ الايران يطولها والشعب بالزباله اخويا. نعم زين عايش على الزباله. نعم عايش على القواطي الاراميل، يعني انا هسه شاب يريد، يعني اقول لك انا اتزوج ما عنده فلوس، يجي الزوج شاب يعني زين خريج يريد عين لا عمل لا معامل، يعني الشاب يجي الزوج منين يجيب؟ نعم منين يجيب؟ يعني انا اقول لك هسه هو ابنه مو مرتاح، بنته مو مرتاحه هسه هو، يعني ما يخافون الله ذولا، يعني ماكو غيره، يعني هسه هم يقولون الدولة الإسلامية الإيرانية، الدولة الشيطانية، الدولة الكافرة، بس إن شاء الله ربك إن شاء الله ماكو، إن شاء الله يشوف يعني ربك يتنوع لهم ها وتجيهم هزات أرضية، الله وكيلك الزعاني مؤمن بالله، يعني حتى الملائكة يجون الله وكيلك على أساس مو أصلي، شوف أنت المعامل يقول لك أنا ملشينا أنا مؤمن هذول معممين، لا هذول مو معممين هاي معممة مزيفة، في لك يعني يأخذون أنت ما شاهد يعني عند حمامة أخذ فلوس من العالم، جيت معمر في الناس غير سلعة الناس، يقعد عاد بالمبر وقال لك قال كيرك هو اللي يحبك، جيت هاي الكبة هاي الكبة حاطينها زين يبقون بيها فلوس ها أو يضحكون على الزوار، والله هاي والله هاي الكبة الشافيج هذا العلك الشافيج هو الله الشافي الله يشافي، اكو ناس يقول اكو رب، رب ثاني محمد، يا رب ثاني ها، زين مقتدى صار رب ثاني، عمي زين الرب ثاني ينتفين، كم شايفك يعني شنو اقول هاي؟ زين خرافات، يعني يقول لك انا طب الجنه وانا يجي لي امام المهدي، يعني شنو؟ نعم زين كتب اسرائيل، هو الله واحد اقول لك هو الله واحد، نعم الله واحد. شكرا لك ابو علي، بس ما اريد اخذ وقت البقيه من البرنامج، اشكرك للمشاركه بالبرنامج. ابو علي من ابو غريب حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياكم الله. وحياك وبياك. الله يخليك. والله انا سمعت قناه الرافدين ورحت للانتخابات مرشحتهم كليتهم. نعم. والله كليتهم ابو غريب. كل ابو غريب ما حد انتخب، جيت واللي راح الشهر الشهر كلي كيد انتخب. انا احكي لك الواقع من ورا الانتخاب، انا احكي لك الواقع الله يحفظك سلمك ربي سلمك. بالنسبة للانتخابات واللي سالف واللي سالف هاي اخذ حصته، اخذ حصته هاي صار 20 سنة ما أدري كذور، خلي يطلع مدينة الصدر وصار التفجير بالناصرية، زين وين راحت الدماء الشهداء؟ واحد ما يتذكر المالكي أو غير المالكي من قدموا للانتخابات، كليتهم قدموا للانتخابات ولعبوا طابة بالعراق، وفعلا ينخي شكوى إنسان يريد يمخيه على مود ما يسقطها، يعني مش هاي السوالف. نعم نعم الله لا يوفقهم، خلي يطلعون خلي يطلعون، تعبنا حتى ضحك الآن بصمة هاي بصمة، والله كل ما أضحك عليها أتذكر وما انتخبت ولا واحد من عندهم، الله شاهد. نعم
الله شاهد وكل ابو غريب مستقبل ولا واحد ما يتذكرون العثماني الحدبوس اللي سوى بيهم ما يتذكروهم ما يتذكرون ابو غريب اللي سوى بيها البرلمانيين كل شيء ما كل شيء ما اخذوه بكل احد ابو علي ذاك اليوم متصل اتصل بالبرنامج يقول الحدبوسي عمرها للفلوجه وبيها اليوم اعمار كامل والفلوجه ما بيها اي نقص ايوه يقولون بنروح بالدم نفديك يا حلبوسي ما اي يعني شنو هالعقليه مالتهم يعني مال اهل الرومادي ما يتذكرون السجن وين راحه وين يتذكرون مال الفلوج وين راحه ما يتذكرون هاي الدنيا كليتها وين راحه ولدهم وين راح وين اختفى ولحد الان نسوانهم واطفالهم تبكي ليل ونهار تبكي ما يتذكرون هم اهل الانبار هذول البرلماني استوى بيهم ايش فادهم الحلبوسي ايش فادهم فلان ايش فادهم فلان عمي هذول هذول شغله واحترقت يعني ورقه واحترقت نعم ورقه واحترقت انا اقول لها للرمادي الحلبوسي وغير الحلبوسي او اي واحد اي واحد كان مرشح روحه هاي ورقه واحترقت وبعد ما تنعاد وبعد ما تنعاد يا اهل الرمادي يا اهل الفلوجه من الطبلون وصيحوني الحدبوسي تهتفون بي ايش فادكم الحدبوسي ايش فاد اهل الفلوجه ايش فاد اهل الرمادي ايش فاد اهل صلاح الدين نعم وعليكم السلام ورحمه الله شكرا لك ابو علي همين ابو علي بس هالمره من بغداد حياك الله يا ابو علي الله يسعدك يا ابو ويساعدك اخوي العزيز شلونك يا ابو علي من بغداد والنعم منك ومن اهالي بغداد انا اقول كل واحد ما طلع وما انتخب غلطان نعم ما طلع وانتخب غلطان ليش لازم ننتخب حتى نسوي حكومه جديده زين نقدر بدون حكومة ما يصير الله ما يقبل المن تنتخب يعني أبو علي يعني أكو واحد برشح بهاي الانتخابات الأخيرة أنه تشوفه عنده برنامج يستحق بحيث أنه الشعب العراقي غلط ما طلع انتخبه سيد أسأل لا أصلح العزة النزيه قام زين نزلنا الملاكة بين لازم ننتخب زيغ الفوضى الناس طلعت علينا الدول ابو علي اوكي انت تقول نعم. انه تقول اللي ما طلع انتخب غلطان انا سؤالي اكو نعم. واحد نعم. اكو واحد من المرشحين اللي رشحوا بانتخابات شهر 10/2021 اللي صارت قبل 5 ايام اكو واحد بيهم مثلا ايه. تشوفه يستحق وانه الشعب العراقي غلط انه ما طلع انتخبه منو؟ سيد أمل أهلا ننتخب الزين الجديد أفضل أكل اللي راحوا منو الجديد بيهم أخوي العزيز هم كلهم نفس الأحزاب يعني هذا السؤال اليوم الشعب من قاطع الانتخابات الشعب العراقي رأيه أنه نفس الأحزاب صعدت ونفس الكتل صعدت ونفس المرشحين صعدت لدرجة أنه هي نفس الأحزاب العصائب وبدر والدعوة وغيرها وغيرها اليوم دا يهددون لأنه يقولون أنه إحنا عندنا أرقام تختلف أبو علي سيد أسأل أك أبويا انقطع الاتصال يا أبو علي أتمنى كان موجود بعدك قول انقطع الاتصال يا ابو علي يبدو انه المشكله مو يم ابو علي ولا يم المشكله من المصدر هاي واحده من المشاكل اللي سببها هذول السياسيين اخوي ابو علي انه الاتصالات اللي دا يعانون من عدم المتصلين كثيرا بالعراق اللي دا يدفع فلوس ودا يدفع فلوس هوايه على خدمه ما دا توصلها عبد الرزاق من بابل حياك الله يا عبد الرزاق السلام عليكم شلون سادتك عليكم السلام والرحمه والاكرام بالنسبه لل وضع اللي احنا جايين نعيشه سابقا احنا عايشين بفاقد من الفوضى نعم يعني من 2003 حتى الان احنا ما عايشين لا بامان ولا باستقرار الفوضى هي اللي جايه تحكم ما
من كل النواحي، والاستهداف في مؤسسات الدولة، انتشار السلاح بكل أشكاله وأنواعها، كل المناسبات، الفساد الإداري والمالي، يعني كل مؤسسات الدولة، هاي فوضى. يعني مو استقرار، انت اذا تريد بلد مستقر وحكومه مستقره وقوانين رادعه لكل هاي المشاكل، لكن احنا ما نريد، لا عندنا دوله تضبط الوضع ولا اكو يعني قانون اللي يردع هاي الاحزاب. بالنسبه للانتخابات استاذ أفل، نعم، يعني اليوم تصريح رئيس الوزراء السابق المالكي، شوف التنمية، يقول المسار الديمقراطي هو السبيل الوحيد لتجسيد إرادة شعب الحكومة. نعم. يعني أي إرادة شعب؟ يعني مجرد المفوضية المستقلة للانتخابات، مجرد الرأي مالتها أو وجهة النظر أو أخذت عن نتائج الانتخابات الأولية، ولو هي ما صح. نهاية تدايش دول العالم ماكو أولية نهاية، هي علوش وخلاص، لكنه على أي حال، يعني إحنا نقول المفوضية مستقبلة أعلنت النتائج الأولية، نعم. يعني مجرد بداية نقول الوجبة الأولى، شفت نعم. المالكي وجماعته والأعوانه شلون نزلوا للشعب بالتهديد والوعيد بانه اذا انحرف عن مطامحهم راح البلد يدخل فوضى، راح يعني لا سمح الله باقتتال، يعني بتهديد السلم للمجتمع، يعني هو هذا اللي يبدو. فاي ديمقراطيه يعني عبد الرزاق يعني انت تتوقع انه طبعا. اليوم ابناء الشعب العراقي اذا صار هذا الاقتتال ما بين الاحزاب او الكتل، الشعب العراقي راح يروح ضحية لو راح يكون مشارك ويروح ضحية لو راح يكون هو يعني اللبنة لهذا الاقتتال؟ الشعب العراقي بالانتخابات انت رايح، نعم، وللعالم يعني عدم خروج الشعب العراقي للانتخابات هو هذا دليل قاطع بانه كل أطياف الشعب العراقي ما قابلة بهذه العملية السياسية اللي جتها الأحزاب واللي إجا بها المحتل. فالشعب العراقي ما يقبل عملية سياسية بالنسبة للشعب، حتما هو يكون الشعب العراقي هو الضحية. يعني إحنا راح إذا لا سمح دلعة شرارة الحرب الأهلية، راح هذا يكون حال بقية الدول مثل لبنان وغيرها، فراح الشعب العراقي الثمن وعلى مود هاي الأحزاب اللي يعني ما يهمها غير مصلحته. وأكو واحد اليوم أستاذ أفل يعني على قناة على مواقع التواصل الاجتماعي، واحد من جماعة الحشد، يعني إذا الانتخابات يعني ما راح يصير إنه احنا السلاح هو اللي يحكم، اي فوضى هاي؟ اي فوضى؟ اي بلد هذا؟ احنا معناته احنا عايشين برعب، اذا بقت على هاي الاحزاب لا سمح الله راح يضيع. فما ما ما يعني احنا هسه احنا من ما طلعنا احنا نريد نوصل صوتنا للعالم بانه يا يتعاطوا معه، يا منظمات دوليه، بانه الاحزاب كلهم ما قادرين على هاي العملية السياسية. احنا نريد يعني المجتمع الدولي يعني يوقف بجانب الشعب العراقي، يعني ما بقول شكل الشعب يعني بعد اكثر من هذا شطي استاذ أفل. يعني احنا انتخابات احنا اعلناها بانه احنا ما عندنا رغبة وما مؤمنين بالانتخابات اللي اجى بها المحتل. احنا نريد وطننا ونريد الشعب يعيش باستقرار على حال شعوب العالم، ما نبقى صورة إلى متى؟ يعني إلى متى يبقى الشعب العراقي؟ فأسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين. تحياتي لك سادة. شكرا لك أخ عبد الرزاق من محافظة التأميم تحديدا كركوك. أسامة، حياك الله يا أسامة. ومن قال السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي أفضل، شلونك؟ صحتك حبيب قلبي؟ الحمد لله، أنت شلونك؟
الحمد لله، أول مرة أشكرك على هذا البرنامج القيم. يسلمك ربي، لا شكر على واجب، وإحنا نشكركم للمشاركة والمتابعة. أشكرك أشكرك. بالنسبة للانتخابات، نعم، هذه الانتخابات ضحوكة ومهزلة المهازل على العراقيين. نعم. يعني أنا أسأل وتعقيبا على هذا اللي قبل لحظات طلع أبو علي من بغداد يقول لنا ايش ما طلع، ايش ينتخبون؟ هم نفسهم اللي باقين هم مرشحين عشرة هي ملائكة، هم نص السراء، ما راح يتغير من حال العراق وشي، والعراقيين ما حد طلع انتخب. المفوضية قالت أقل من 20% هم اللي انتخبوا، يعني الميليشيات والعصابات والمنتفعين من الأحزاب، و80% من الشعب العراقي المقروض ما طلعوا انتخبوا. أكثر من 80 أسامة. نعم نعم، أكثر من 80. نعم. شغل النوب أخرى السابع أسأل، إحنا المكون المقروض يسمونا، أسأل ذول السياسيين السنة وين قانون العفو العام؟ مو قالوا قبل الانتخابات راح نقر قانون العفو العام؟ يا دجالين الناس مقطة بس يجون ذابح الضيم والجرب والقهر والمرض، وأنتوا بس متقالبين على المناصب وعلى الامتيازات، وينهم؟ شو بلعوا رسالتهم؟ ما يسولفون طار قانون العفو العام والغاء قانون المخبر السري، وينهم؟ أنا بس أسأل وينهم؟ وين يجازوا من جماعة مكون المغرود أسميهم؟ ما أقول حتى يقولوا عارفين وينهم وينهم، بس أسأل وين؟ وخلي أي واحد يطلع على قناة الموقع يحكي، بلعوا لأرسلتهم، وصلت القبور، والناس تعملون على العام. فأشكرك على هذا البرنامج، وما راح يتغير شيء من العراق، نفس السرقة، 4 سنوات عجاف، نفس وأربع سنوات قهر وسرقات وبوق، وما يتغير الوضع الحرام، ما راح يتغير شيء. أنا طمن العراقيين اللي قدام، وأشكركم على هذا البرنامج أخي أسامة. شكرا شكرا لك أخ أسامة. صباح من الموصل، حياك الله يا صباح. حيا الله من قال، تفضل اخوي. حيا الحياقات الراشدين. حياك. شلونك؟ الله يرحم والديك. والديك الرحمة، تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام اغاتي، عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك صحة؟ متشرف بكم بقناتكم. الله يسلمك. لنا شرف، تفضل اخوي، تعال الهوى. بس إذا أمكن أخ صباح تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى تكون المكالمة أوضح. نعم نعم، تفضل أخويا. الانتخابات يعني هي مثل شنو؟ الانتخابات يعني هي نفس، ما تغير، هي نفس الوجيه ونفس هي يعني ما سوى، ما صار أي شيء، راح يصير يعني. يعني هم نفسهم انتخابناهم، هم نفسهم ما غيرهم، انتخابنا الناجحين والنخول المزينين، ما 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 فاتوا نفسهم، هم اللي الخونة وال يعني ما فاهم الطاسه في الحمام ما تغير شيء. يعني هم نفسهم القديم بقوا فايزين، اما الجدد ما فاتوا، الجدد انتخابناهم فاتوا. نعم يعني ماكو اي تغير يعني، لا للأسف الزمت الزين والنبيه والأخوش لازمي وايد ما فاز، فاز هو القديم كان وحرامي وولد القيرة، وما تتغير شيء يعني، هم نفسهم. نعم للأسف، مع الأسف للأسف يعني حرامات يعني، هيك الشعب العراقي هيك يعني، قد ما بتتغير ما تتغير يعني، ما يعني نعم نعم. ناس نبيين خشواتهم كل ذنبهم، بس ما فازوا، ما فوزوا، فازوا هم نفس القديمين وفازوا. نعم. السلام. شكرا لك أخ صباح، وشكرا لمشاركتك. أبو صقر من الموصل، حياك الله يا أبو صقر. من قال حيا أستاذ؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لك حبيبي، وتحية لقناتك الموقرة. على رأسي أخوي العزيز. في البداية أستاذي العزيز، فيما يخص الانتخابات، نعم، عبارة عن أضحوكة يضحكون بها على الشعب العراقي في البداية. نعم. ثانيا، أنا أعرف مرشحين ومن الموصل تحديدا، نعم،
ينطون فلوس للعالم ويرتشوهم يشترون البطاقة ب 25,000. نعم. زين أنت أستاذنا الكريم عندما تشوف هذا الشخص من عندما يشتري الشخص والشخص اللي هو اللي دا يبيع صوته ب 25,000، هذا أولا باع ضميرة، ثانيا لو ما مجرم هو ما يشتري أصوات، صح لو لا؟ فالانتخابات واللي جرى الفرز اليومي واللي دا يحصل هسه هذا كله عبارة عن كذب يكذبون به على الشعب العراقي يوميا، تفتك الأنفس وتطيح الدماء ولا أحد يعلم بنا. نعم. وهذا ما أردت قوله، شكرا لقناتكم. شكرا. السلام عليكم. شكرا لك أبو صقر. اليوم صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وصفت الزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصفته بالشخصية الزئبقية، يعني متغير، مؤكدة انخراطه الكامل بالنظام السياسي بالعراق على الرغم من تعهداته المستمرة، لأنه هو نطى هواية وعود بمحاربة الفساد واعتزال العمل السياسي. أما اعتزال العمل السياسي المفروض الشعب العراقي يتعلم على مقتدى الصدر في صدر عفوا في كل انتخابات، هو يطلع بدايته ويقول أنا ما شار، أنا ما أدخل عملية سياسية، ويدخل ويصير عنده 50 نائب و40 نائب و60 نائب، واليوم يعني حد الآن يقولون 73 نائب بالبرلمان إلي. فهم متعلمين الشعب العراقي أنه يقول شيء وراه ينفذ شيء ثاني. أما الإصلاح فما نعرف، هو نفذ إصلاح قبل بوزاراته حتى ينفذ إصلاح بالعراق. رنا من باب الحياة، إن شاء الله يا رنا. انقطع الاتصال يا الأخت رنا، أتمنى ترجعينا مرة ثانية حتى نسمع رأيك بالموضوع. وقالت أنه العراقيين اليوم، صحيفة فاينانشال تايمز، أنه العراقيين اليوم دي يشعرون بخيبة أمل كبيرة ومريرة بسبب السياسات اللي نفذتها الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003 لليوم، وأنه الصدر اللي يقول على نفسه أو يدعى أنه بطل للمضطهدين يمثل جزء رئيسي من هذا النظام، لا سيما وراء ما سيطر تياره على البرلمان وعدد من الوزارات في انتخابات 2018، وهو ما أثار تظاهرات حاشدة بتشرين أول 2019، وأيضا تصريحه الشهير اللي طلع على تلفزيون وقال ماكو رئيس وزراء بالعراق بدون موافقتي، هاي اللي قاله مقتدى. أبو موسى من الأنبار، حياك الله يا أبو موسى. ومن قال حيا ودي، شلونك استاذ العزيز؟ اهلا بيك اخوي العزيز. اخوي العزيز خصم الحكي. نعم. نخصم بفرد نوب، يعني احنا ابن المنزل يقول لك دبشوت العيساوي. نعم. احنا هالانتخابات اصلا عنا ننتخب، تنتخب او ما تنتخب هي شغله مرتبه. شلون يعني؟ حاطين اصلا حالنا ننتخب احنا شغله مرتبه. نعم. مدروسة اللي يريدونهم حاطينهم، احنا حالنا بس نروح ونجي خذها من عندي. شنو شلون يعني؟ هي نفسهم جاي، انت مو هسه جاي والشعب العراقي كله يدري بهم نفسهم جاي يصعدون، يعني ما هل معقوله احنا صار لنا 17 16 سنه نفسهم هم ننتخبهم يفوزون؟ يعني بالعقل يا استاذ. نعم. واشكركم انا واشكركم. شكرا 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 لك ابو موسى. يعني احنا بس نذكر الشعب العراقي انه خميس الخنجر وقيس الخزعلي واحمد ابو مازن وريان الكلداني هم يعني عليهم عقوبات من الولايات المتحده الامريكيه ومحطوطين على لوائح الارهاب، فجاه يرشحون بالانتخابات، وتحالف خميس الخنجر مثلا لحد الان محصل 15 مقعد. شلون؟ أكو ناس عليهم شهادات اكتشفوا أن شهاداتهم مزورة، هم نفسهم البرلمانيين قالوا شهاداتهم مزورة وفازوا، وأكو من رشح وهو محكوم بالإعدام.
غير هيك اكو السياسي العراقي الشهير مشعان الجبوري في تصريحاته النارية اللي قال احنا كنا سرقنا، هو قال احنا كنا سرقنا واحنا كنا اخذنا رشاوي، ويجينا السياسي يقول هذا الموضوع لا تفتحه اخذ منه مليونير، واقول انا ضحكت عليه الكذا لابن الكذا، هو قال هاي الكلمة وما سد الموضوع. رنا من بعقوبة رجعت لنا، حياك الله يا رنا. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاذي اني عندي شغلة واحدة. امريني. اريد اوصل صوتي من خلالكم على الله عليكم. ووصل والناس كلها تسمعك هسه، تفضلي. ان شاء الله. اني امرأة، زوجي سجين سياسي في النظام السابق. نعم. ما استلم اي حقوق لا بذاك النظام ولا بهذا النظام. نعم. يعني احنا اني اطالب كامرأة مظلومة وزوجي مظلوم، اطلب من عندكم ومن اي واحد شريف يسمعني يوصلني الى سيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي او الى السيد مقتدى الصدر، اريد يحلولي مشكلتي. اني على الله وعليكم رجلي سجين سياسي. اخت رنا اليوم نعم. الاف 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 مؤلفة من ابناء الشعب العراقي ويوصلون الى يعني ثلث او ربع الشعب العراقي ينتظرون تقاعدات وينتظرون رعايه اجتماعيه وينتظرون توظيف وينتظرون يبنون مناطقهم حتى يرجعوهم وينتظرون يرجعوهم الى اماكن سكنهم الاصلي. اليوم ملايين الشعب العراقي ينتظرون هذا الشيء. اليوم اكثر من مليون ونص امراه عراقيه تنتظر ولدها يطلعون من السجون لأنه ولدها أبرياء صحيح. ومظلومين اليوم صحيح. أكثر من مليون مليون ونص شهيد ينتظرون حقوق ولدهم. اليوم بس ثورة تشرين نطت عشرات الآلاف. يعني تتوقعين مصطفى الكاظمي أو مقتدى الصدر اليوم من دا يسمعك هسه راح ينفذ اللي تطلبي أختي العزيزة؟ هذا السؤال. والله يا أخوي هاي مو بعيدة عليهم، إذا هم صدق يباعون على ابنائهم، اذا هم صدق يقولون احنا ما نخلي اطفالنا او اولادنا او نسواننا نخليهم ينامون بالشارع، ما نخلي احد يتبهدل، ما يخلي ام عراقيه مبهدله. زين السؤال، ما يخلي ام عراقيه السؤال اختي، يعني ال 18 سنه المضت شفتيهم مثلا رف قلبهم على طفل او على امراه او على شيخ او على عجوز بعد تتوقعين هسه انه راح يحن قلبهم عليك او على مظلوميتك؟ انا مو داري دايسك بالحياه، بس يعني انت دا توجهين نداء الى 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 شخصيتين، واحده من عندهم مصطفى الكاظمي وهو جزء من نظام المحاصصه الطائفيه، والاخ مقتدى الصدر اللي يعتبر واحد من مؤسسي هذا النظام ويقول اني ما يطلع شيء بالعراق بدون قراري، فتتوقعين ذولا راح يسمعون مناشدتك؟ وين اقول لك هم اني انتظر يسمعون مناشدتي، وان شاء الله يسمعون مناشدتي. رنين كبوني سمع مناشده مرته مقتدى الصدر صح لو لا؟ منو؟ الشاعره رنين كبوني. نعم. كل ما وحده قالت مقتدى الصدر سمع رايها. ليش هاي الابناء العراقيات والعراقيات الشريفات الطاهرات نعم هيجي دم الشهداء وهيجي هاي كل هاي يروح هيجي برصفة عين؟ طيب ان شاء الله ان شاء الله سمعوك وسمعوا مناشدتك يا ربي، وان شاء الله يجيبوك يا رب. شكرا لك اخت رنا. اخت رنا عندها مظلوميه وتقول اتمنى يسمعون مظلوميتي ويحلوا لي قضيتي، لكن اختي العزيزه مظلوميتك هاي هي مظلوميه هوايه من الناس. اليوم عندنا هوايه من الضباط العسكريين اللي كانوا يخدمون هذا البلد واللي دافعوا عن سماء وارض وماء هذا البلد اللي ما عندهم حقوق وما عندهم رواتب. اليوم عندنا هواية من الناس اللي اشتغلوا في مؤسسات وهم ذو عقول وخبرات، ولحد الآن أيضا هم ما عندهم لا وظيفة ولا راتب. هواية نعرف، مو بس آني، أكو هواية ناس يعرفون أو عندهم وناس من أقربائهم كان ذو منزلة في إحدى المؤسسات التعليمية أو إحدى المؤسسات الحكومية أو إحدى المؤسسات الخدمية، واليوم يبيع شاي مثلا في منطقة من مناطق العراق، والطامة الكبرى لما يجي مثلا بنغلاديشي ويعطف عليه مبلغ من المال. ابو احمد من بغداد حياك الله.
تحياتي لك حبيبي، احييك واحيي كادر القناه جميعا. حياك الله اخوي ابو احمد. عزيزي نعم. يقول اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياء لمن تنادي. نعم. اكو جماعه يقول لا حياة، لا هي لا حياء لمن تنادي، لان لا حياء لا شرف ولا غيره ولا انسانيه عنده. نعم. يا عزيزي احنا لما نحكي انه هي الشغله، يعني انت تصور العراق بشرفك تقود الامارات، العراق تقود السعوديه، العراق تقود امريكا اصلا. عجيبني هذه الانتخابات تقبلها العظيم هي مسويها ومرتبيها لجده، والدليل انه من انطوا النتائج؟ ليش بعدين قالوا ها عندنا صناديق؟ لانه تواجهوا واشتكوا عليهم الكل. بعدين صعدوا تفككت اكبر اعداء للعراق والعراقيين. أنا عراقي، ما أقول لك أنا سني أو شيعي أو كردي، على الرأس أحافظ على العراق بس، وما لحد الآن ترى ما أنتمي إلى أي حد يستقبل الله العظيم، لكنه عندي العراق فوق أي شيء، ما عندي هذا سيد وذاك كذا. يا عزيزي أنت لما شوف هم أنطوا الثلاثة أعلى أصوات، لأنهم ثلاثتهم عملاء مالهم، عملاء وارتباطهم بالإمارات واستلموا مبالغ ترى من الإمارات. زين هذا الحلبوسي لما يتزوج بعشرين مليار وطيارة تأخذه وتفتر فيه بالانتخابات وسرق نص العراق، شلون يحصل له على 60 صوت؟ الآخر يا عزيزي هذا البرداني يعني سجون ماله مفروشة بالعرب، وعنده 5000 إرهابي، زين، وأكبر عدو للأكراد، وعلاقته واتصالاته بإسرائيل، شلون ياخذ أعلى أصوات بالتدوير؟ هم يا خلوها، وهذا الثاني نفس الشيء، هم عميل للسعودية، وراح جاب له 12 سيارة و12 جونية دولارات وارتباطان بالخارج وتجي مبالغ. نعم شكرا لك ابو احمد، بس راح يدركني الوقت وعندي اتصال اخر. اشكر مشاركتك ابو عباس من البصره، حياك الله، اتمنى على عجاله لان عندي واتسابات اريد اقراها. تفضل اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياك الله اخويا. حياك الله يا غالي. أقول لك أخوي الله يساعدك، 18 سنة شنو سووا في العراق؟ هم خربوا العراق، دمروا العراق، هم يا انتخابات يا دنيا أخوي، يا أنت لا انتخابات ولا كل شيء ما يفيد. نعم. ولا مصطفى الكاظمي ولا نور المالكي، وقاعد بعد 100 سنة، 100 سنة هذا وضع، وبعد أزيد وأزيد وأزيد. نعم. ماكو واحد يكفي في العراق من الصدام كثير عشان الحرام اللي تراحنا على ريح الصدام كثير زين. في العراق بالقرآن أنا مواليد 60 حرب إيران شوفنا، يعني يعرف رجال يعرف يدم العراق، هو ما عدوا شنو تقرأوا، هو ما شنو سووا مع دول. نعم. من أسوأ من سوى يا أسوأ، هو شنو دمروا في العراق، دمروا في العراق. نعم. يعني ثورات هنا مثل ثورات ما أصبح والله العظيم ظلم والله ظلمني بالقرآن ظلمني. نعم. إن شاء الله الله يتقبلنا وإن شاء الله. نعم شكرا لك ابو عباس. بالنسبه الى رسائل الواتساب، السلام عليكم اخي افل، اقول المراجع العراق جيب لي مرجع عراقي، هو مو باكستاني او افغاني او ايراني، كلها مراجع بريطانيه، المراجع كلها تنسيق بريطاني. ابو محمد من بغداد، السلام عليكم. طبعا هاي الانتخابات كلها مهزله من عام 2003، واكثر العالم ما راحوا انتخبوا، واكثر اللي شاركوا بالانتخابات ربعهم الميليشيات. هاي على الوضع صار لنا 18 سنه بين قوسين الحكومه ايران راح يشكلها. سلامي لجميع كادر قناه القناه الوطنيه، واليك اخي افل، وياكم الحاجه من بغداد، حياك الله حجيتنا. مشاهدينا الكرام، يعني اكبر شيء صار اليوم بالانتخابات حتى تعرفون شنو اللي دا يصير بالانتخابات، مثلا اسعد العيداني محافظ البصره اللي ترشح لما جابوا مصطفى الكاظمي قبل انه يكون رئيس وزراء العراق، ف
الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه نطر رأيه بي ورفض أن يكون رئيس وزراء ورفض أن يكون محافظ أيضاً لأنه هو مشارك في قتل متظاهري البصرة. فجأة تطلع النتائج الأولية وأسعد العيداني محصل أعلى نسبة أصوات بالبصرة. إذا الشعب العراقي كان رافضه قبل واليوم دا يتساءل أبناء الشعب العراقي أسعد العيداني منين جاب الأصوات؟ تردون تعرفون منين؟ لازم تدورون وتلقون الجواب بنفسكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر. في أمان الله.